أمن هي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم بلال فرطاس باللغتين. في أول الفيديو كما تعودنا نرك توجور أو دائما نفصل الفيديو تحفيزي أو فيديو عن شيء ما. نرك لك الفيديو ظن بالله هو أن تبتسم حتى لو كنت في مصيبة كبيرة. لا تقول هذه مصيبة بل قل هذا ابتلاء من الله، لأن الله يحبني. إن الله يحبني لأن الله إذا أحب إنسانا ابتلاه. أقرب الناس إليه ظن بالله أحسن ظن بالله. نبدأ في الفيديو. الفيديو يقول علاش القراد يجي للكلاب في ذاك المومون تاع الصيف الاولى والزوجه باش نقضوا على القراد. اما انا كنت رحت عند البيطاري اليوم الصباح وكنت نتحدث انا وياه على الامر نتاع القراد حاجاكم تاع الكلاب. اما انا كنت نهضر انا وياه قال لي ما كاينش السبته، انا كنت باغي نشري سبته. قال لي بصح شي كاين وصفه معادله لهذيك السبته وناجحه واحسن وطبيعيه وديرها في المنزل وما كانش هذيك الحيه كاينه في الدار توجو. اما لو كلاهوش هي قال لي قبض زوج فصوص ثوم وزوج حبات بصله ربيهم، اذا عندك الميكسر ميكسيهم وعصرهم، هذاك الماء نتاعهم خليه يبات. شوف من الاحسن يفوت يومين عليه باش يخرج هذاك المفعول نتاع البصله ونتاع الخر يتخالط مع بعضهم. اذا كنت مقلق في نهارك، اذا كنت ماشي مقلق خليه يبات يوم واحد. قال لي ميكسيهم وديرهم في مضخه ورشهم على الكلب. حنا نروح نشوفوا الوصفه ونعاود نقول لكم. ما تديش وقت، ما تديش حتى حاجه، خدمتها في ظرف 5 دقائق. انا درتها في نهاري وعاود بانت لي نعاود نخليها تبات. ما خليتها تبات باش نعاود نديرها للغدوه للكلب. مالا انا درتها للكلب. شوفوا معنا الفيديو باش نعاود. في الاول نجيبوا الكلب كم تشوفوا، هذا هو الخليط اللي درناه في الفيديو ما سبق. ملي درت له ربيت البصله مع الثوم وحطيت فصوص الثوم خليته يبات. شوفوا كيفاش يبات ونديروه له على ودني. انا درك راني شفت فيه القراد وما جايين نديرو فيه كيما هكا. صافي هي اللي باغي نعطي زكي صور باش انا ثلاثة أيام باش تتأكد باللي صاي هذاك القراد وذاك البراغي راحوا. صاي هي في يوم واحد تقضي على كل، بصح شي في 3 أيام أحسن. أما لحشاكم الفضلات نتاع الكلب هما اللي يجي منهم البرغوث هذا ولا يجي منهم القراد اللي حنا نسموه بالدرجة تاعنا القراد. هذا القراد يجي من الفضلات نتاع الكلب. هي من الأحسن أنك تنقي على الكلب نتاعك ولا القطة نتاعك باش تتفادى هذا المشكل، خاصة في فصل الصيف، على في فصل الصيف اللي الحرارة تكون مناسبة لهذاك الحيوان وهو الحشرة القراد هذه. صحيح، هذه أنا أعطيها لكم كمنفعة فقط باش نتشاركوا مع بعض المعلومات وكنصيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا خير في قوم لا يتناصحون. أما نصحني ونصحك في اخر الفيديو نقول لكم ما تنساوش ديروا اشتراك لايك للفيديو وتعليق محفز لنا باش احنا نكملوا في مشوارنا اليوتيوبي هذا مكان. وفي اخر كذلك الفيديو نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم، تحياتي والف شكر ومتعليكم الله.